السلام عليكم، انا الدكتوره عرج حنان، اختصاصيه في الامراض التنفسيه بمدينه الدار البيضاء، وبغيت نقول لكم رمضان مبارك سعيد، يدخل علينا ان شاء الله بالصحه والسلامه اجمعين، وبنهايه ديال هذا الوباء باذن الله، ونتلاقاو ان شاء الله عن قريب احبابنا. بزاف الناس كيسولوني على الصيام وعلى المناعه، واش الصيام كيقوي المناعه؟ كاينه واحد الدراسه اللي خدا عليها واحد العالم صيني جائزه نوبل للطب، اللي كتقول بان الصيام كيعاون الجسم ان الخلايا ديالو تجدد، يعني الخلايا اللي عامره بالمواد السامه، الخلايا اللي كيطرا فيها الطفرات اللي كتسبب في السرطان، الخلايا اللي كيدخلوا ليها ميكروبات وفيروسات، هاد الخلايا هذه باش تجدد كتقتل راسها، يعني كتحمي الجسم ديالنا حنايا وهي كتقتل راسها، كتسمى لوتوفاجي ولا لوتوليز. وهاد الظاهره هذه الصوم كيعاون فيها بزاف، ولكن الا صمنا بالطريقه الصحيحه، يعني ماشي ندوزو نص نهار وحنايا ما كناكلوش ونص نهار الاخر كله وحنا كناكلو من الفطور للسحور، وحتى داكشي اللي كناكلو في الفطور ضروري يكون فيه خضر، يكون فيه الياف، يعني فواكه، ما نبقاوش ناكلو غير داك السكريات والسكريات البطيئه. شنو هي السكريات البطيئه؟ هي اللي كنلقاوها في الطحين، حنا كنعرفوا الحريره ديالنا فيها الطحين، الشباكيه فيها الطحين، سلو فيه الطحين، البطبوط، البغري، المسمن. ما نساوش الخضر، نديرو طويجنات، نديرو شليضات، ناكلو فواكه، ماشي ضروري تكون دائما معصوره، لان ملي كتعصر كتطلق السكر ديالها بزاف. يعني هادشي كامل يعاوننا ان شاء الله باش يكون الصيام صحي، وباش المناعه ديالنا ان شاء الله تزاد، ونقاوموا ان شاء الله جميع الامراض. ورمضان مبارك مره اخرى.